سألت نفسك الكبريت ليه اتسمى بكبريت؟ كبريت اتسمى بكبريت لأن كانت المادة الأساسية اللي بتستخدم فيه زمان قوي كانت هي مادة الكبريت. يعني الكبريت مكون من كبريت بس مشكلة الكبريت ان هو سريع الاشتعال، يعني انت ممكن من غير ما تقرب ولا تحك العود كده كان بيولع، فده كان بيسبب مشاكل كتير جدا وحرائق. بس سنة 1827 جاء العالم جون ووكر قال ان هو يحط معاه مركبات تانية زي الانتيموني عشان يقلل شوية من حدة اشتعاله، يعني بدل ما خلاه انه بيشتعل من غير ما حد يقرب منه، لا خلاه لما يتحك في فرقه الصنفره زي بتاع دلوقتي كده بيشتعل. مع مرور الوقت استبدل الانتيموني ده بفوسفور. سنه 1777 نجح العالم انطوان خوزيه ان هو يقول للعالم كله ان الكبريت مش مركب عنصر، يعني مش مكون من كذا حاجه جنب بعض، لا ده من حاجه واحده بس. يعني ممكن تلاقي في الطبيعه كبريت لوحده مش معاه مركبات تانية. الكبريت ده كان معروف من العصور القديمه، كان اسمه في اليونانيه هيلينايزد او بيرن ستون او الصخر المحترق. وفي الولايات المتحده ابتدوا ان هو يطلقوا عليه سلفر. ايه بقى السلفر او الكبريت ده؟ الكبريت عباره عن عنصر اصفر موجود في الطبيعه، ساعات بيبقى باودر وساعات بيبقى كريستالز، ملمسه صابوني ناعم يعني مدهن كده، وصلابته ضعيفه جدا من 1.5 ل 2.5 على مومسكيل، يعني ده يعتبر تاني حاجه بعد التلك في الصلابه. التلك ده لو عملته كده هيتكسر. الكبريت بقى بيبقى اكتر صلابه منه شويه، رديء توصيل التيار الكهربي والحراره، فالكبريت ده يعتبر من احسن الماتيريالز اللي بتستخدم كعازل للكهرباء. الكبريت لونه اصفر بس لو سيحته هيديك سائل لونه احمر، بس لو ولعت بقى فيه هيديك لهب ازرق. عشان كده لما بنلاقيه في البراكين بيبقى البراكين ده حاجه اسمها بلو لافا. يعني ايه بلو لافا؟ احنا قلنا الاحتراق بيديه لون ازرق، البركان بيبقى ازرق، طلع الماجما اللي فيه او اللافا اللي فيه لونها ازرق. بيبقى موجود في القرب من المناطق اللي هي الهوت سبرينجز، المناطق اللي حوالين الينابيع السخن، ساعات بيبقى موجود في البترول بس بيبقى متغلف بطبقه سوداء واكسي، موجود منه في النيازك، موجود منه في كوكب المشتري. كوكب المشتري كل الالوان اللي فيه دي عباره عن كبريت، يا صلب يا سائل يا غازي. طب هو موجود مثلا في الطبيعه في هيئه غاز ازاي مثلا؟ عارفين الزربان اللي هو الحيوان اللي بيطلع ريحه مش حلوه عشان يبعد عن اعدائه او بيحس بالخوف؟ ده بيطلع مركبات كبريت. حرق الشعر او حرق الريش، الريحه اللي بتطلع دي فيها كبريت. البيض لما بيبوظ اللي هو زي ما بيقولوا عليه اللي هو H2S او رائحه البيض الفاسد، البيض لما بيبوظ بتطلع كبريت. كل الحاجات دي بتطلع لك حاجه اسمها هيدروجين سلفيد او مركب كبريت، يعني بتشم فيها ريحه الكبريت. ريحه الكبريت نفاذه جدا. احنا ممكن نحضر الكبريت كبلورات ازاي؟ بتجيب كبريت بودره وتحطها في معلقه، تبتدي ان انت تسخن المعلقه بالراحه 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 لحد ما يديك سائل الاحمر بتاعك، بس ما تزودش عشان ما تحرقش ويديك لهب ازرق، لان لو اداك لهب ازرق باظت. بعد ما يسيح خالص ويديك السائل الاحمر ده تبتدي تسيبه يبرد. اول ما بيبتدي يبرد الكبريت بيبتدي ان هو يتشكل على هيئه بلورات. كل ما درجه الحراره بتقل كل ما شكل البلوره بيتغير، يعني الكريستالات بتتغير تبعا لدرجه الحراره اللي حواليها. الكبريت ساعات بيبقى موجود في الفحم، ولما نسبه الكبريت بتزيد في الفحم الفحم ده بيبقى رديء مش حلو، بس انت لو حرقت الفحم ده بيديك ثاني اكسيد الكبريت اللي هو SO2. وانت برده نفس الكلام لو ابتديت ان انت تحرق الوقود الحفري زي البترول زي الجاز، الحاجات دي كلها بتبقى بتطلع لك SO2 او ثاني اكسيد الكبريت. بتحرق فحم بتحرق بترول بيطلع لك SO2، يبتدي ان هو يتحد مع السحب ويبتدي ينزل لك امطار حمضيه، بتبقى قرب المناطق الصناعيه اللي هي بتطلع لك الحاجات دي او بتحرق الحاجات دي. بس مشكله الامطار الحمضيه دي انها بتبتدي انها تعمل تاكل للمباني، ولو نزل في بحيره فيها اسماك الاسماك دي بتموت، ونزل على غابه بيخلي كل الاشجار بالشكل اللي انت شايفه ده بتموت. الكبريت ككبريت مش سام، يعني في النوع النقي بتاعه مفيش منه اي مصدر سميه، بس مركباته سامه زي ال H2S، زي مثلا H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك ده لو حطيته على الجلد بيتحرق في ساعتها خلاص كده. الكبريت من اكتر العناصر وفره في الطبيعه لدرجه ان هو موجود كمان جوه جسم الانسان، يعني انت لو وزنك 70 كيلو جوه جسمك 140 جرام كبريت. طب مركبات الكبريت شكلها ايه؟ مركبات الكبريت عباره عن اتنين، حاجه اسمها سلفيت، وسلفيت دي فيها حاجه اسمها جالينا لما بيتحد مع رصاص، حاجه اسمها سفرايت لما بيتحد مع الزنك، كلوكفرايت لما بيتحد مع الحديد والنحاس مع بعض. تاني نوع السلفيتس، عندك الجيبسون لما بيتحد مع الكالسيوم والميه، عندك البتروليوم والناتشرال جاز بيبقى موجود فيها. تالت حاجه في الهاي سلفر كول، ده الفحم اللي قلنا فيه نسبه الكبريت بتبقى عاليه. طيب الكبريت بيستخدم في ايه؟ يعني انا بستفاد ايه كبني ادم من الكبريت ده؟ اولا زي ما قلنا بنحضر الاحماض زي ال H2SO4، ده حمض مهم جدا في التجارب المعمليه. تاني حاجه بيستخدم عازل في الكهرباء، زي ما قلنا ان هو من اقوى او احسن المواد العازل المعروفه لحد دلوقتي. تالت حاجه بيستخدم في المنتجات الحشريه او الاسمده العضويه. رابع حاجه بيستخدم في الادويه، زي ان هو بيخش في صناعه البنسلين اللي هو بيتاخد تبع مرضى السكر، وتصنع منه البارود والمتفجرات. ساعات ريحه البارود بتبقى نفاذه او فيها كبريت كده
ده لان الكبريت داخل فيه. واهم حاجه بيقولوا ان السلفر ده بيعمل لها حاجه اسمها كريستال هيلينج او ميتافيزكس، يعني ببساطه كده انه بينقي الطاقه بتاعت الجسم، بيحمي الجسم من اي طاقه سلبيه ممكن تخش له من بره، وكمان بينقي الجسم من الطاقه السلبيه والمشاعر السلبيه اللي جواه، يعني بيعمل كده كنوع من انواع التنقيه لطاقه الجسم بالبيئه المحيطه ليها، زيه زي الجيمستون او الاحجار الكريمه، ودي ان شاء الله هنتكلم عليها في حلقه لوحدها. كده انت عرفت تقريبا اهم حاجه عن السلفر. مش هتنسى سبسكرايب، اتفرج على الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه. شكرا.